ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. مبسوطه اكون معاكم في فيديو سهل وبسيط زي ما احنا متعودين مع بعضينا. النهارده هنعمل البشاميل بطريقه تحفه جدا، بسيطه قوي، استحاله يكلكع معاكي او يتحرق معاكي. كل اللي علينا والحاجه الاساسيه معانا كيلو من اللبن البلدي، ولو انت مش حابه البلدي ده ممكن تستخدمي اللي هو بتاع الشركات حسب ما تحبي، ولو ما عندكيش ممكن يبقى لبن بودر. تعالوا بسرعه نخش على المقادير مع بعض ونشوف الحاجه الجميله اللي احنا هنعملها النهارده. حله على النار وهنبتدي ننزل بكيلو اللبن بالمنظر ده. ادي كيلو اللبن معانا. لو انت هتستخدمي بتاع الشركات هتعمليه بنفس الطريقه، او لو هتستخدمي اللي هو البودر هتعملي تعايري كيلو من الميه او لتر من الميه، وبعد كده تحط لها 4 معالق كبار من اللبن البودر. كده هنشيل الحله بقى من على النار. شلناها لغايه يعني يا دوبك الحله دفيت، انا مش عايزه الحله برد، وهنحط حوالي كوبايه من الدقيق او كوبايه ونص حسب الكمية اللي انت هتعمليها، ممكن تزودي او تنقصي ده تبعك طبعا. وهنبتدي كده اللبن مسخنش، هي بس الحلة اللي اتدفت، اللبن ساقع مع الدقيق. هنبتدي بقى نقلب كده لغاية ما نتأكد ان الدقيق داب خالص مع اللبن. بصوا انا دوبت كده، حتى لو في شويه تكتلات بسيطه اول ما هنحط على النار مع التقليب المستمر هيفك طبعا، بس احنا بنقلب هيفك لان دايما الدقيق لو حطيناه على حاجه سخنه بيكتل، فهو كده كله بارد مع بعضه فمش هيكتل معاكي. طب الناس اللي هتقول هنحس بنكهه الدقيق، لا مش هتحسي بيها خالص، لان لسه هنحط حاجات تانية. وغير كده كل ما الدقيق هتسيبيه على النار يستوي كل ما الطعم بتاعه هيبقى مش موجود اصلا، مش هتحسي بيه كانك محمراه بالظبط. الوصفه دي جميله جدا ان كمان ما فيهاش دهون خالص، احنا مش هنحط دهون، مش هنحط سمنه، مش هنحط زيت. بس انا ليه استخدمت اللبن البلدي؟ لانه انا جايباه من عند حد كويس جدا، فبالقشطه بتاعته انا ما شلتهاش، قلت القشطه دي هتدي نكهه كويسه بدل ما انا احط سمنه او احط زيت. طيب انت لو عايزه تزودي زيت او سمنه هتحطيها، بس اول ما نحطه على البوتاجاز ويبتدي يغلي تبتدي تضيفي السمنه او الزيت اللي انت حباهم. كده خلاص هو بدا يدوب، انا كده هبتدي ارفعه على النار. بصوا كده فضلت اقلب فيها على النار، ايديك ما تشيليهاش خالص منها. طب انتي مثلا بصوا انا بحب القوام الكريمي الخفيف ده، طب انتي بتحبيها تقيلة هتحطي طبعا هتزودي دقيق. بصوا لان انا لسه هنحطها طبعا مع البشاميل فلسه طبعا هتتقل اكتر من كده، وهي بتغلي كمان مع الحاجة اللي انتي هتعمليها. طيب انا كده هطفي عليها؟ لا لسه شوية. تعالوا بقى نضيف التوابل اللي احنا هننزلها. معايا معلقة من الفلفل، معلقة من السكر، والسكر هيديها مزازة جميلة. معاها معلقة من الملح، ومش هنزود ملح عشان لسه هنحط حاجة تاني هتخلي طعمها بتضيف نسبة من الملح. وهنحط نسبة او ربع معلقة صغيرة من القرفة، ودي اختيارية اللي حابب يحطها، بس هي بتدي طعم جميل جدا جدا. هنقلب طبعا كده حلو خالص. كده تقلب خالص. وهاخد بقى معايا جبنة رومي بتدي طعم بأمانة خرافة، جربوها. هحط كده حوالي قيمة حوالي كوباية مبشورة من الجبنة الرومي. طبعا البشاميل احنا بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. طيب انا لو هعمل البشاميل لحلويات طبعا هشيل الملح، مش هحطه طبعا، وهلغي الجبنة الرومي. طب انا لو عايزة احط لها جبنة، في اللي هي الجبنة ممكن الكيري، هحط جبنة اللي هي العدمة ديت، اي جبنة عدمة ممكن احطها. طبعا البشاميل اللي احنا مستغناش عنه في البيت، يا بيدخل في اكلات حادقة يا بتخش في حلويات،
اعمليه بالطريقة دي هتريحك، هيطلع معاكي جميل وهيدي تيست جميل جدا جدا للحلويات او للاكلات اللي بتستخدمي فيها بشاميل. بصوا شكله عامل ازاي. انا هحطه كمان 3 4 دقايق بس على النار كده واوريهولكو في الاخر هيبقى شكله ايه. بصوا انا حطيتها كده حوالي 3 دقايق تاني على النار. بصوا شكلها، بصوا قوامها جميل وكريمية وجميلة ازاي، بجد جميلة. جربوها واللي يجربها يقول لي رأيه في التعليقات. مبسوطة كنت معاكم في فيديو سهل وبسيط، يا رب ينال رضاكم واشوفكم ان شاء الله على وصفات تانية كتيرة جديدة.